السلام عليكم، كنشكركم بزاف، كنشكروا على الحضور ديال الناس كلهم اللي حضروا معنا وساندونا في هذه الوقفه. هذه الوقفه درناها لانه كمكتب نقابي من مكتب ديال الاتحاد الفندقي، لي زوطيل كلهم اتحدوا بيناتهم باش يوقفوا وقفه وحده، لان مشاكل واحده اللي كاينه بالنسبه للوطيل تافوكت اللي هو اليوم درنا قدامه الوقفه. كيدير واحد التهجم بالنسبه للناس ديالو، الشغيله كلها بانه كياخذوا، يعني الدوله عطات الدعم للناس ديك 2000 درهم وخا انا ما دايره والو، ولاني كيستغلهم وكيستغل الازمه وكيستغل حتى الظروف اللي كنعيشوها وكيخدم الناس وهما واخدين الدعم ديالهم. هذا الشيء راه ماشي معقول، وخاص الناس المسؤولين اللي يشوفوا في هذه القضيه هذه. وبالنسبه للعمل النقابي ما كيبغي يتقبلوا حتى شي مسؤول ديال شي فندق. هذا الشيء راه حنا كنحتاجوا بزاف على هذا الشيء. اليوم هذا الهبوط ديالنا للساحه هو هبوط بعد ما سد علينا الباب ديال الحوار، هذا المشغل اللي سد علينا جميع الابواب ديال الحوار. طلبنا الحوار على مفتشيات الشغل، ما جاش هنا. طلبنا الحوار داخل المؤسسه ابى ان يستجيب الطلب، فبعد جميع المنافذ طرقنا لها الا وسد علينا هذا السيد هذا اللي هو مشغل تافوكت. فمن بعد كل شيء هذا الشيء التجانا للوقفه الاحتجاجيه اللي هي منفذ واحد لهذا الاجر هذا. والشيء اللي خلينا نديروا هذه الوقفه هذه هو الهجوم، واحد الهجمه شرسه كيدير هذا المشغل هذا، من بينها ان الناس كيخدموهم 8 السوايع وكيصيفتهم لاسينيسيس هي مناش كيتخلصوا. وحنا كنعرفوا بان الجائحه العالم كامل ماشي غير عليه هو، هذا القطاع هذا اللي بغينا تدخلوا السلطات المعنيه، بغينا تدخل الحكومه، وبغينا تدخلوا كاع اللي حقه يتدخل في هذا القطاع هذا. فهذا الشيء بزاف، فكفانا في القطاع كيعاني ماشي غير عليه هو، وكاين بعض المشغلين اللي كيستغلوا هذه الجائحه من منهم هذا السيد. عديد من كان عندنا بزاف ديال الفنادق اللي كيعانوا من نفس من اللي كيعاني هذا الفندق هذا. فعينا كفانا استهتارا، فخصنا نوقفوا جميع القطاع هذا، قطاع متضرر، الناس باعوا حوايجهم، الناس شنقوا راسهم، الناس كاين فيه القتيله، كاين فيه بزاف ديال الحوايج. حد ما تسوق لهذا القطاع ف 2000 درهم بالله عليكم، 2000 درهم غادي يعيش بها الاجير، بالله عليكم 2000 درهم واش يكري بها؟ واش يخلص بها الضوء؟ واش يخلص بها الماء؟ واش يخلص بها المعاش ديالو؟ خصوصا كنعرفوا واحد الزياده صاروخيه اللي كاينه حاليا، ف 2000 درهم بالله على نواب الامه، واش الا عطيناش واحد فيهم 2000 درهم واش غادي يقدر يعيش بها؟ المنابر الاعلاميه اللي حاضره لمسانده العمال في هذا الوقفه اللي هي وقفه احتجاجيه للتنديد بواحد مجموعه ديال الخروقات، مجموعه من المشاكل اللي تيعانيو منها. ومن ضمن هذه المشاكل هناك تراجع على واحد المجموعه ديال المكتسبات والحقوق ديال الطبقه العامله، والركوب على هذه القضيه ديال كوفيد للتخلص من العمال. اذا الاحتجاج نحتاج ماشي غير فيما يحدث في تافوكت، وانما فيما يحدث في القطاع السياحي كله. ولا شك ان المسؤولين في البلاد راه عارفين الازمه ديال القطاع السياحي، وللاسف كنا ننتظر تكون واحد المسانده وننتظر من الجهات المسؤوله انها تدخل لايقاف هذا النزيف وهذا الحيف وهذا التسلط، ولكن خلاو الطبقه العامله تعاني لوحدها. وهناك الصراحه حاله ماساويه وقعت، وهناك حاله اللي يرثى لها ان الانسان بعض الاخرات يعجز باش يلقى لقمه عيش في واحد المدينه اللي تنعتقد بان مدينه هي واجهه سياحيه. وللاسف ما يحدث في اكادير راه ماساوي والناس تعاني. اذا مجمل هذا الشيء اللي كاين هو راه اليوم ملي الناس وصلوا للباب المسدود كاين لا حوار اجتماعي، ما كاين والو لايجاد الحلول. حنا نازلين للساحه ننديد ونحتج، وهذا غير بدايه ديال برنامج نضالي، سنبقى نحتج ونحتج الى غايه الاستجابه للمطالب ديالنا. وشكرا.